اتهمت منظمة العفو الدولية الحكومة السورية بتحويل مأساة عشرات الآلاف من المفقودين إلى مصدر للربح المادي عبر تحصيل أموال من أقارب المختطفين مقابل إمدادهم بمعلومات عن مصيرهم. وأصدرت المنظمة تقريرا يوثق عمليات ابتزاز من قبل وسطاء للأسر التي تسعى للاطلاع على مصير ذويها وأماكن احتجازهم. واعتبر مدير برنامج الشرق الأوسط في المنظمة فيليب لوثر اعتبر الاختفاء القسري بمثابة جرائم ضد الإنسانية. قال إنه يستخدم كوسيلة لبث الرعب وسحق المعارضة. ومعنا من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني. سيد فضل، هل سوف تتابعون السلطات السورية لهذه الجرائم خاصة ابتزاز أسر المخطوفين أمام المنتظم الدولي وخاصة أمام المحاكم الجنائية الدولية؟ طبعا بكل تأكيد، يعني جريمة الاختفاء القسري هي جرائم ضد الإنسانية مستمرة منذ عام 2011 وحتى الآن، وما زالت مستمرة حتى الآن. البارحة تلقينا رسالة من رئيس مجموعة العمل الأمم المتحدة الخاصة، القرار الخاص بالاختفاء القسري، ونحن نراسل طبعا حالات معينة بشكل دائم مع المقررين الخواص، وبالتالي ثم يقوم المقرر الخاص بمراسلة النظام السوري والتبين مصير وكشف مصير هذه الحالات. النظام طبعا هو ينكر، يقول هذه الحالات ليست لدي، من قام بعمليات الاعتقال هم القاعدة والإرهابيين وما إلى ذلك، لكن يعني الأهالي وأقرباء الضحايا يؤكدون أنها عمليات الاختطاف أو الاعتقال تمت من داخل المنازل وعلى حواجز تتبع للنظام السوري، وهذه السياسة هي بهدف إرهاب وتخويف المجتمع وردعه عن المتابعة في المسيرة التي كان يقوم فيها منذ الاحتجاجات الشعبية وحتى الآن. وحتى يعني هناك العديد من المختفين قسريا هم من أقرباء من يعني قاموا بالاشتراك بين الكفاح المسلح بعد ذلك، بعد النضال الشعبي والاحتجاجات الشعبية، لكن الأغلبية هم كانوا من قبل ذلك، من قبل أن يتحول النزاع إلى نزاع مسلح داخلي. وبالتالي نحن سجلنا ما لا يقل الآن لديه النظام عن 58 ألف حالة مختفي قسري من المدنيين. هناك بيناتهم قرابة 3800 طفل و2100 امرأة هم في عداد المختفين قسريا، أما المقاتلين المختفين فهم في قرابة 7000، ويتصدر ريف دمشق حصيلة أعداد المختفين قسريا في سوريا، ثم تليها مدينة دمشق، ثم حلب، دير الزور، حمص وحماة، ثم الرقة، تليها إدلب والحسكة وبقية المحافظات. وبالتالي هذه سياسة ونهج عام لدى النظام السوري، وهو يتحمل القسم الأكبر لأن لديه عمليات الاعتقال بشكل أكبر من بقية الأطراف، فهو يتحمل القسم الأكبر من عملية الاختفاء القسري. في الشهر الماضي سجلنا 1000 حالة اختفاء، بعد مضي قرابة 40 يوم يتحول إلى مختفين قسريا. ما أشارت إليه زملائنا الأحبة في منظمة العفو عن حالات يعني ابتزاز فقط في سبيل الحصول على معلومة، الاطمئنان، لأن العذاب هو عذاب مستمر لا يتعدى فقط عن الذي تم اعتقاله، ما ينتقل إلى أهله، إلى أقربائه، إلى زوجته، لا يستطيعون التحكم لا في ميراث ولا في زوجته ولا في أي شيء، وهم قلقون على مصيره. شكرا جزيلا لك سيد فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كنت معنا من العاصمة القطرية الدوحة، شكرا جزيلا لك.